داليا البحيري، نورت برنامج نص شو. انا باش نحاول نحكي معك بالتونسي. يلا. وانت وشطرتك. لا انا متمرنه، خلي بالك انا جايه لسه من تونس طازه. انت كنت فين بالراحه؟ كنت فين؟ كنت فين؟ رحت سيدي بوسعيد وكنت في تونس العاصمه. اكلت لبلابيه؟ اكلت لبلابيه؟ لا ما اكلتش. واكلوك ايه في تونس؟ يا هفتكر ايه ولا ايه. ده انا كسكسي بالعصبان كليت. اكلت كسكسي بس ايه العصبان ده؟ دي حاجه في وسط. اكلت بسطيله؟ لا ولا دي مش عندكم؟ لا مش عندنا بسطيله. ده في المغرب يا، دخلت البلاد في بعض انا كده. لا بس انتوا عندكم بسطيله برضو؟ لا لا ما عندناش، عندنا كفتاجي. كفتاجي الكفته دي صح؟ لا كفتاجي حاجه وكفته حاجه يا داليا. انت احبطتي الدنيا يا داليا، انت دخلتي بسالي بقى. خلاص خلاص خلينا في المهرجان. خلينا نكلمي تونسي وانا احاول اوكي. مرحبا بيك ساعه في برنامج نوسا شو. شكرا. الله يخليك، منورين مهرجان الجونه. الله يخليك بوجودك. كيفاش تشوف الافتتاح؟ كيفاش تشوفها في الحضور؟ كيفك انت يعني زملائك الفنانين والفنانات موجودين على الريد كاربت نتاع مهرجان الجونه سامحني في الدوره السابعه. شنو الفرق ما بين الدوره السابعه والدورات اللي تعديت، وشنو المميز في الدوره هذه؟ كل الاسئله دي ورا بعض حاضر، احاول بقى افتكر كل الاسئله. مهرجان الجونه زي ما بقول دايما ان هو مهرجان اتولد مهرجان عملاق، مهرجان كبير، مهرجان ليه ثقل في المنطقه، مهرجان يعني متنظم كويس جدا، مصروف عليه كويس قوي. مهرجان اللجنه التاسيسيه ليه لجنه ليها ثقل، كل واحد فيهم يقوم بمهرجان لوحده. مهرجان الافلام اللي بتنتقى افلام قويه، افلام مهمه، فعالياته كتيره جدا، بانلز ديسكشنز، توفير دعم الافلام، حفلات، في حاجات كتيرة قوي في المهرجان. فما شاء الله أنا سافرت مهرجانات كتيرة جدا، شاركت في لجان تحكيم، لكن مهرجان الجونة حقيقي من المهرجانات القوية جدا واللي حقيقي. في حاجة مميزة سنة دورة طبعا السبعة. في سينما الإنسانية، وفي أفلام بتدعم القضية الفلسطينية والحرب على فلسطين ولبنان. نورت تونس. ميرسي. مرحبا بيك. ميرسي. جي مراجعتك. حب التوانسة. وأصدقائي كلهم توانسة وطاقة إيجابية. طاقة إيجابية دي لندى صاحبتي، هي مذيعة تونسية. فأنا بقول لها ندى شعبان، ندى طاقة إيجابية. نورت. ممكن حكتي؟ دي حكتي. يا عمري أنتِ.